بالنسبة لمحاور طرابلس، حنبدأ اليوم من مكان قد يكون بعيد، من الشويرف. من الشويرف إلى الجريات. طبعا الشويرف هناك طرق متواصلة من الجفرة إلى الشويرف، ومن سبها إلى الشويرف، من برك الشاطي إلى الشويرف. هذه طرق لماذا نحن هنا؟ لأن 72 ساعة الماضية شهدت عمل عظيم لوحدات الدفاع الجوي في هذه المنطقة، من الشويرف إلى مزدة إلى النسمة إلى مزدة إلى شقيقة. هذه المنطقة شهدت عمل جيد لوحدات الدفاع الجوي. هذا العمل يتمثل في الآتي: أن قوات الدفاع الجوي المتحركة الميدانية استطاعت إسقاط من، إذا أخذنا من ترهونة، من ترهونة إلى بن وليد الشميخ إلى هذه المنطقة، استطاعت أن تسقط أكثر من 13 طائرة مسيرة من نوع بريغيدار ومن نوع العنقاء، يعني من طائرات ليس طائرة تصوير بل هي طائرات الرئيسية للطيران المسير التركي. أسقطناها أكثر من 13 طائرة في هذه المنطقة، من ترهونة إلى حتى منطقة مزدة ونسمة والقريات. لماذا العدو يركز على هذا الخط؟ هذا الخط هو يعتبر خط الوحيد الآن اللي عامل بين المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية، وبالتالي يحاول أن يستهدف هذا الطرق، يستهدف المدنيين ويستهدف المواد الغذائية ويستهدف كذلك وحدات القوات المسلحة. هناك الكثير من الأبرياء تم استشهدوا في قصف تركي في هذه المناطق، نظرا يقودون سيارات شاحنات أو سيارات شبه عسكرية، وهم ناس مدنيين ما لهمش علاقة بالقوات المسلحة على الإطلاق. قوات المسلحة تقدمت بأرتال قوية جدا وأرتال جيدة جدا، استطاعت أن تصل إلى نقاطها القادمة. لا نستطيع لحد الآن التحدث على النقاط لأن هناك خطة الآن تنفذ، وبالتالي لا نستطيع التحدث، ولكن وسط كانت في مزدة وكان في استقبال شعبي كبير جدا في مزدة. طبعا هذه مناطق الصحراوية، مزدة هكذا إلى بن وليد، أول منطقة هي منطقة نسمة ومنطقة تتناي ومنطقة شميخ، طبعا هنا أولاد بوسيف، وبعدين في شقيقة يجوا أخوتنا المشاشية وقبائل، هذه القبائل الصحراوية التي تمارس الرعي في هذه المناطق، هذه منطقة الحمادة الحمراء.